الحمد لله رب العالمين. قال في بعض الأسئلة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين. قال: ما السبب ضيق رزق بعض طلبة العلم مع أن الله تكفل رزقهم؟ نعم، بعض الناس ينظرون للرزق أن الرزق المال، أقل درجات الرزق هو المال. ربما أعطى إنسان المال الله سبحانه وتعالى، لكن حرمه لذة العبادة، لذة الطاعة. فالرزق الحقيقي هو العافية الظاهرة والعافية الباطنة، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق: سلوا الله اليقين والمعافاة. سلوا الله اليقين، أي اطلب من الله اليقين، بتحس بلذة العبادة، فتكون في جنة وأنت في الدنيا قبل جنة الآخرة، جنة الرضا، جنة المحبة، جنة الصدق، جنة الإخلاص، جنة اليقين. هذه أرزاق من السعادة مع أهله، من هذه هي أرزاق حقيقية. والمال نوع من أنواع الرزق، وليس هو كل الرزق. كلما ذكرنا الرزق أول ما يتشخص أمام الإنسان المال، الدويت، السيارات، العمارة، هذا هو أول شيء. وظن الناس أن الرزق كله في المال أو الدويت، أو هذا ما كما قال الجاوية برابا وان يسمى وان ويسمى، لكن ينسى المسكين أن العافية أعظم رزق يعطيك الله، كما قال سيدي بن عطاء الله الإسكندري في حكمه: ربما أعطاك فمنعك، ربما أعطاك المال لكن أحرمك لذة العيش، أحرمك لذة المناجاة، أحرمك لذة المعرفة فيه سبحانه وتعالى، أحرمك اليقين، أحرمك العافية، وربما منعك فأعطاك، منعك شيء من المال لكن أعطاك ما هو أعظم من المال، لذة المناجاة، حلاوة العبادة مع الله سبحانه وتعالى. أعطاك الله السعادة، رزقك الله سبحانه وتعالى إيمانا راسخا، وأبعد عن قلبك فتنة المحيا التي افتتن بها الناس كثير في هذا الزمان من بدع ومن ضلالات. إذا حفظت من عقائد أهل البدع والضلال، هذا رزق من الله. نعم، فمع هذا ييسر الله سبحانه وتعالى لطالب العلم رزقهم من حيث لا يحتسب، لأن الصادق المصدوق قد أخبرنا أن الله قد تكفل لطالب العلم تكفلا خاص غير التكفل العام في قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا تكفل عام طالب العلم، هناك تكفل المولى، تكفل خاص لطالب العلم. نعم، فإذا كان طالب علم عسر عليه في الرزق فيزيد في طاعته واستقامته، فيرجع باللوم على نفسه لا على صدق كلام حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، والسؤال الثاني: ما الفرق بين الرياء والعجب؟ الرياء هو العمل لأجل الناس، أو ترك العمل لأجل الناس، كما قال سيدنا الفضيل: العمل لأجل الناس شرك والعياذ بالله، وترك العمل لأجل الناس رياء. أنا بأحضر هذا المجلس، ربما يغضب علي هذا، أنا تركت الحضور في هذا المسجد لأجل فلان، أنا أحضر لأجل فلان. أنت إذا ما هو لله، أحضر لله، تعلم لله، علم لله. قال: لا، كما هو الحال اليوم، ها، كثير يحرم نفسه من حضور مجلس بعض العلماء، قال: بعدين هالمجلس هذاك بيغضبون علي،
وربما يعادونه. إذا عادوك علامة أنهم حزب الشيطان الذي كنت فيه. إذا مثال أستاذ انتقلت من حلقته إلى حلقة ثانية، من معاده إلى معهد ثاني، عاداك لأجل هذا. هذا أستاذ ما هو من خلفاء الرحمن ولا من خلفاء حبيب الرحمن، بل من خلفاء الشيطان. لو كان من حزب الرحمن، من حزب حبيب الرحمن، بيفرح هذا الولد إن شاء الله يكون صلاحه في المعهد ذاك أحسن من هنا، ربما وجد قلبه هناك، ربما هناك يصلح أكثر من هنا. هكذا الأستاذ لو كان يعلم لله، أما يعلم لنفسه من أجل أن يكثر أتباعه ويكثر تلامذته ويفتخر بعد ذلك، عندنا كذا كذا وعندنا كذا كذا، هذا المباهاة، ما يعلم لله. فمن تعلم لله علم لله. فالعمل للناس هذا الرياء، وترك العمل للناس رياء. أو يعمل لله لكن يحب أن يخبر الناس. والله البارح نحن أصبحنا تعبانين تعبانين، البارح قرأنا 10 أجزاء من القرآن آخر الليل، وصلينا 11 ركعة مع الوتر قرأنا فيها، ما حد سأله، لكن يخبر الناس، بغى الناس يعرفون أنه يقوم آخر الليل. مسكين هذا، ما اكتفى بعلم الله. هذا كذلك من الرياء، إلا أنه درجة بعد الدرجة الأولى. يعمل للناس ويعمل لله، هذا رياء أيضا. أو يعمل لله لكن يحب يظهر عمله للناس، هذا رياء أيضا بس دون الآخر. فأقوى رجاء الرياء أن تعمل للناس فقط، لولا الناس لما عملت، هذا أخبث، هذا الشرك الأصغر. وهناك دونه رياء لله وللناس، يعمل لهذا ولهذا، رياء أيضا وهو من أخبث أنواع الرياء يلي في الرتبة. وآخر يعمل لله لكن يحب أن يظهر عمله للناس عشان بغى المدح، بغى الثناء في سوشيال ميديا، يظهر ذلك على أساس يظهر صورته في سوشيال ميديا، يفرح المحسن المتصدق فلان تصدق لأصحاب الزلزال وأصحاب التسونامي بكذا كذا وان كذا كذا من المهل أو من الطعام أو نحو ذلك، هذا من الرياء كذلك. أما أنت تعمل الله ولا تحب ظهر عملك للناس، لكن ظهر للناس ففرحت بذلك، فذلك ليس من الرياء، لأن الله أظهر الجميل وستر القبيح. أما العجب استعظام العمل، عرفت أنت تعمل عمل من قيام من صيام من صدقة من تعلم من مراي لله، لكن تستعجب بك رؤية العمل، هذا عجب، فتظن أن العمل قد صدر منك وتنسى المنة لله. الله الذي وفقك للعلم للتعلم، الله الذي وفقك للتعليم، الله الذي وفقك للصدقة، الله الذي وفقك للقيام، وفقك للصيام، ثم تنسى منة الله عليك وتعتقد أنك عملت بنفسك، فرؤية العمل هذا هو العجب والعياذ بالله، وكلاهما محبط للعمل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يعمل إنسان أعمال كثيرة وحسنات كثيرة، ثم بعد ذلك يعمل شيء من هذه الأمور فتحبط حسناته وتخف كفة الحسنات، فيصير كأنه لم يعمل شيء، مسكين أتعب نفسه وأسهر نفسه وفي الأخير لا شيء. قال تعالى والعمل الصالح يرفعه، غير الصالح ما يرفعه، إلا اللي هو خلى عن رياء، خلى عن عجب، خلى عن كبر، بل كان مخلصا لله تعالى. نعم، السؤال الثالث قال كيف الطريقة لحصول البشارة؟ هي البشارة، كيف الطريقة لحصول البشارة؟ ايش البشارة؟ ايش البشارة؟ الله أعلم ايش البشارة. البشارة بيش يعني؟ يعني يبغى أمر جيد، يعني كل يوم يسمع أخبار ما هي زينة، بغى يسمع خبر زين. وإيش البشارة؟ الخبر الجيد، يعني بغى يسمع خبر جيد،
نعم. المقصود من السؤال يعني عنده أمر يهتم به، فيريد أن يحصل إشارة قبل البشارة، أول إشارة، إشارة هل هذا الأمر جيد أو غير جيد. أنا بأقدم على هذا، باقي شركة مع هذا أو عمل مع هذا أو خطبة مع هذه أو مع هذا، ما أدري هل هذا فيه خيرة لي ولا لا، ما فيه خيرة لي سانة. فهمت؟ بغيت رؤية عشان تحصل فيها إشارة، صح؟ وبعد الإشارة إن كانت جيدة تحصل البشارة، صح؟ ثم تحصل الكرامة لمن جاءت من طريقه البشارة، ترسل له قرص لابيس أو هدية، من هي بالبشارة؟ هذا جزاك الله خير، أنت جبت البشارة، أعطيه هدية، صح؟ السؤال كيف الطريق إلى ذلك؟ الجواب الطريق إلى ذلك، إما العبد إذا اختار أملا عليه، إذا قصد أمرا أمره النبي محمد بأمرين، أول الاستخارة ثم الاستشارة بمن هو من أهل العلم وأهل العقل، من أهل الخشية ومن أهل التقوى، من أهل القلوب السليمة. نعم، استخرت لكن ما في شيء ظهر لي، بغيت إشارة، بغيت بشارة علشان يزول ما عندي من الحيرة، كيف تعمل؟ تصلي بعد صلاة الاستخارة والاستشارة، ما حصل شيء تصلي صلاة الحاجة، إن الله سبحانه وتعالى يظهر لك شيء ممن تريده، أو بغيت بشارة فلان مات صديقي أو قريبي، بغيت يشوف ما هو حالته. نعم، ذلك لهم طرق للسلف الصالح، طرق في ذلك عديدة، لأن صلاة قضاء الحاجة أقلها ركعتين كسنة الصبح، وهناك كيفيات أخرى قد تزيد على ركعتين، قد تكون أربع، قد تكون أكثر لحصول الحاجة ولقضاء الحاجة. من جملة الكيفيات أن تصلي أربع ركعات بإحرام واحد وسلام واحد وتشهد واحد، وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 50 مرة من سورة الإخلاص. نعم، وبعد أن تسلم تقرأ الإخلاص 50 مرة والاستغفار 70 مرة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 70 مرة. نعم، وتسأل الله بعد ذلك ما هو مرادك وما هو مطلوبك يحصل بإذن الله. سيدنا الحسن البصري جاءته امرأة تريد أن تعرف كيف حالة ابنتها بعد ما ماتت، هل هي في نعيم أو في عذاب، فجاءت لعنده فعلمها هذه الصلاة، قال صلي 4 ركعات واقرأي في كل ركعة بعد الفاتحة سورة ألهاكم التكاثر. ففعلت ذلك فرأت في منامها. نعم، على كل حال هناك طرق كثيرة للبشارة لمن أراد البشارة، لكن وطرق كثيرة لذلك، لكن الإنسان يحب البشارات، لكن كل ما حصل يرضى بقضاء وقدر رب البريات فيقول الحمد لله. إذا حصل شيء بشارة يا أخي فضل ومنة، ما حصلت بشارة يقول الحمد لله، ما حصلت بشارة، التقصير منك ما هو من التقصير بالكيفية، لكن ما يفعل اليوم في الواتساب أو في الويئة بعض الناس يقول من عمل كذا 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 يرى النتيجة في الحال خلال يومين، خلال يوم، خلال ساعة، خلال ساعتين، عرفت؟ هذه من دسائس أعداء الإسلام، يفعلون، نشرت في الواتساب الآن، انتشرت في الويئة، هذه من هذه الدسائس، إذا فعلت كذا كذا ثاني يوم يحصل لك كذا كذا، بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع يحصل كذا كذا كذا. هذه من دسائس أعداء الإسلام. ليش من دسائس أعداء الإسلام؟ لأنك الآن لما تفعل هذا
ولا يحصل لك شيء، ينقص إيمانك ويضعف يقينك، وقعت في مكيدة من مكايد الشيطان من حيث لا تدري، كله بسبب ما ينشر في الويئة والواتساب. هذا يريدون خيرا فيوقعون الناس في الشر لأنهم حمقى. ها؟ نوكا طلل بدو، يريد أن ينفع فإذا هو يضر. مسكين هكذا الأحمق، مسكين الأحمق. طيب أخلاق ما شاء الله لو أربياس، الأحمق هكذا نيته طيبة ويحب الخير لكنه أحمق مسكين كاسيان، بغى ينفع فإذا هو يضر. كما قال الشاعر: رام نفعا فضر بغير معرفة، ومن البر ما يكون عقوقا. هكذا احذر أن تشاور أحمق، احذر أن تستشير أحمق أو تعلق قلبك بأحمق، فإنه يوقعك في الهاوية وهو لا يدري. انتبه. فلهذا قدم العقل على العلم، العقل قايد، لهذا قدم العقل على العلم. علم ماشي عنده عقل بعد منه ذا يفزع ذا. قدم العقل على العلم، فالعلم هو القايد. العلم العقل شيخ، العقل شيخ، وما سواه من الجوارح مريد، كل الجوارح مريد، هذا سانتري سانتري، لكن الشيخ من القورو هو العقل. والعقل فين؟ فين العقل؟ فين؟ في الرجل، في الكعبين ولا في المرفقين؟ فين العقل؟ العقل في القلب هنا. هنا العقل، هنا بوكان صيني. العقل هنا في القلب، له شعاع متصل بالدماغ. الدماغ هذا ممري، ارشيف للملفات، مثل الممري حق اللابتوب هكذا. القلب هنا، فلهذا اعتنى السلف الصالح بإصلاح القلب، وأول ما يجيهم المريد يعتنون بإصلاح قلبه مع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. جميل جبة وعمامة زين، لكن ما هو أصل التقوى هذا؟ كل إنسان بيصير له، بيصير له التقوى إذا لبس جبة وعمامة. هلق التقوى ها هنا، ما هو في اللحية، ما هو في العمامة، ما هو في الجبة، التقوى ها هنا. ما هو بإطالة القيام وكثرة السجود والصيام، لا، ها هنا هنا التقوى. فين؟ فلا يحل التقوى في القلب السليم. والعقل السليم فين؟ فالقلب السليم في العقل السليم في القلب بوكان في الجسم السليم. أما المصارع هذا كذو أقل الناس عقلا، هل عنده عقل؟ الاثنين يتصارعون ما في عقل. أو 11 هنا و11 هنا يجرون خلف كرة صغيرة، هل هذا من العقل؟ يجرون 11 و11 يجرون كلهم خلف كرة واحدة، هل هذا من العقل السليم؟ كلهم يجرون خلف هذه الكرة عشان هذا يدخل جول هنا وهذا يدخل جول هنا، وانشغل الشباب والعالم بهذا الأمر وكأنه صار من سنة الحياة. يدل على أن المجتمع ثقافته الدينية ضعيفة. كرة القدم هكذا، لكن الناس ما عرفوا أصلها. أصلها هذه من بريطانيا، كرة القدم. ملك من المجرمين، مجرم من المجرمين، قطع رأس أحد من أعدائه فصار مع جنوده يلعبون بها هكذا بأرجلهم، يلعبون بها بأرجلهم. ثم تطورت هذه اللعبة فصارت لها قانون ولها حكام، فصارت ما شاء الله عالمية.
لكن أصلها ما كان معروف في الأيام الحروب العالمية هذه الأخيرة. هكذا صارت بعدين لها جوائز ولها حكام ولها كأس عالم بعدين سبحان الله. لكن حقيقتها هي هكذا، كان أحد من المجرمين قتل عدوه من الملوك ثم صار يرعى مع الجند برأسه كالكرة، ثم بعد ذلك تطورت صار لها قانون، صار لها حكام، صار لها فيفا عالمي. لكن السلف ما اهتموا بهذا، برياضة الأشباح. السلف اهتموا برياضة الأرواح، لأنك أنت إنسان بالروح ليس بالجسم إنسان. الحيوانات تشاركك في الجسمية، لكن المعنى الباطني في الروح ما تشاركك فيه الحيوانات. في الإدراكات، في المعارف ما تشاركك البهائم، أنت تزداد على البهائم حينئذ. بماذا؟ بما أكرمك الله من عقل وروح وقلب، فكن ذا قلب سليم يكون فيك العقل السليم. وكم من جسم سليم فيه قلب لئيم فاحذر منه، وكم من جسم سليم لكنه لا فيه عقل ولا قلب سليم. فالإنسان مهمته في هذه الحياة الدنيا البحث عن القلب السليم، لأنه قال تعالى ولا يلقى إلا ذو قلب سليم. تمام. طيب أنا أقرأ في رسالة الإمام الحداد، وقفنا على على قوله وقال صلى الله وسلم عليه ما لي وللدنيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام الحداد في سارة المذاكرة، وقال صلوات في خاتمته رسالة المذاكرة، وقال صلوات الله وسلامه عليه ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف شديد الحر فقال تحت شجرة ساعة ثم راح. قال من القيلولة، ليس قال من القول، قال من القيلولة. أي القيلولة؟ النوم قبل الظهر، هذه القيلولة. هذه المقيلولة تعين على قيام الليل، لكن لما يقوم الليل ما ينبغي له أن ينام القيلولة. القيلولة لمن يقوم الليل كالسحور لمن يصوم، أما يتسحر ولا يصوم ماشي فائدة في سحور هذا. فالذي ينام القيلولة ولا يقوم الليل كالذي يتسحر ولا يصوم. فقال أي نام القيلولة تحت شجرة، تحت الظل شجرة، ساعة قبل الظهر بساعة، قبل الظهر بساعة، فإذا كان قبل الظهر قام يستعد لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك راح وكمل الطريق. إيش مثال الساعة هذه؟ مثال الدنيا، مثالها مثال الدنيا. الساعة التي نام هذه مثالها مثال الدنيا. من أصبح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أصبح آمنا في سربه، في بيته، في بلده، في وطنه، معافى في جسده، ليس به أي أذى، عنده قوت يومه، وفي رواية وليلته، عنده قوت يومه ما شاء الله، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. خلاص آمنا في سربه، معافى في بدنه. ايش عادك بغيت؟ عندك قوت يومك
فكأنما حجت لك الدنيا بحذافيرها. هذا لمن يقنع، لكن اليوم لا، يفكر في الشهر الآتي، يفكر في العام الآتي، ها؟ كما هو حال اليوم. حتى الأطفال مساكين، حتى الأطفال عادهم ما بلغوا، كذو يفكر في المستقبل وإيش بيحصل وكيف بيكسب المال إذا كبر. أطفال آبائهم قسوا قلوبهم بمحبة الدنيا وأدخلهم في مدارس هي أشبه بالكنائس، نسأل الله العافية والسلامة. لا يعلم فيها قرآن النبي محمد، ولا شرع النبي محمد، ولا خلق النبي محمد، ولا أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يخرجون من تلك المدارس ما يعرفون شيء عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. من ظلمهم؟ آباءهم، آباءهم وأمهاتهم ظلموهم مساكين، ما جاءوا بهم عند أحد يعلمهم أخلاق النبي محمد، ما يجب عليهم من شرع النبي محمد، من أدب النبي محمد، قرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لخراب الدنيا، فمن عمرها فليس مني. أول علامة من علامات الساعة بعثة النبي محمد، أول العلامات الصغرى لقيام الساعة هي بعثة النبي محمد. ثم نحن الآن في العلامات الوسطى لقيام الساعة، مثال كورونا، هذه من علامات الوسطى، ما من علامات الكبرى. وجود كورونا، وجود حرب أو نحو ذلك، حرب اقتصادي، حرب فكري، كما هو حاصل الآن، يحاربون حتى في الأفكار، يستغلونها في السوشيال ميديا، يستعمرون الأفكار. حرب اقتصادي، حرب في على البترول، حرب على الغاز، حرب على كذا، هذه علامات وسطى. أول العلامات الكبرى، أول العلامات الكبرى هو خروج المهدي عليه السلام، أول العلامات الكبرى. وبعده يخرج الدجال، وبعده يخرج عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم. نعم. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: من كانت نيته الآخرة جعل الله غنى في قلبه وجمع له شمله. إيش نيتك أنت؟ نيته الآخرة، حتى ما أعطي من الدنيا يسخره في طلب الدار الآخرة وفي رضاء الله سبحانه وتعالى. هذا جعل الله غنى في قلبه، خلاص. من جعل الله غنى في قلبه أعزه الله في الدنيا وفي الآخرة. وجمع له شمله، جمع له شمله ولم يشتت له شمل، فجمع له شمله، شمله جمع كلبه وهمه مع الله، وجعل مراده الله، وجمع شمله مع أولاده، مع أحبابه، مع إخوانه، مع كل ورقة، مع سما كل ورقة. وأتته الدنيا وهي راغمة، الدنيا تأتي له وهي راغمة، تأتي إليه، تسعى إليه، تعرض نفسها عليه. من هذا؟ الذي نيته الآخرة. نعم. ومن كانت نيته الدنيا، مقصوده الدنيا، يتعلم لأجل أن يطلب الدنيا، يعلم للدنيا، يعمل مجلس تعليم لجمع مال في الدنيا، أو لأجل شهرة في سوشيال ميديا، ما يفك من الصباح كم ليك كم لينك، يتابع اللينك، ما يهمه من تعلم ومن استفاد، وماذا علمه، العلم أصلي ولا علم فالصه. من تابعنا اليوم؟ كم عدد المتابعين؟ كم عدد الحاضرين؟
ما يهمه إلا ثناء الناس ومحمدة الناس، وما يهمه ماذا قال عنه رب الناس. هذا طالب الدنيا، عمل معهد لأجل أن يرفع اسمه ويشهر اسمه، لا لأن يشهر شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عمل الدنيا، كما هو حال اليوم كثير من المجالس إنما عقدت لجمع المال أو لمطلب شهرة أو محمدة أو ثناء عند الناس، بدليل أن هناك كثير من المنكرات في المجلس ما تنكر. لما تنكر؟ لو كان هذا المجلس مراد به الله، مراد به الدار الآخرة، فتنبه الناس عن كل منكر يفعل في ذلك المجلس. إذن كل من تعلم أو علم أو كان له غرض في أمر عمله مقصوده الدنيا لا مقصوده الآخرة، جعل الله الفقر بين عينيه، نسأل الله العافية والسلام. والفقر كما ليس الفقر الذي هو قلة المال فقط، لا، أخبث من الفقر وهو عدم المال ما هو؟ هو خوف الفقر، كما هو موجود في كثير من الأغنياء اليوم. أغنياء عندهم أموال كثيرات، عمارات، سيارات، لكن الفقر في قلوبهم، يخافون، وخوف الفقر هو من سوء الظن بالله، والعياذ بالله. إذا مات مات عاصي، هذا هو الفقر الذي استعاذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خوف الفقر. نعم، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره، يجري يجري ولا يدرك شيء، يجري يجري ولا يدرك شيء، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ليه؟ لأنك أنت طلبتها فلهذا أتعبتك. فإذا أنت طلبت الدنيا، الدنيا تخليك تجري وراءها، لكن لو أنت لم تلتفت إليها هي تجري وراءك، وهذا مشاهد، وهذا مشاهد. هذا قال لي الله سبحانه وتعالى: يا دنيا من خدمك، من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. لا، في الدنيا كعابر سبيل، لا عابر سبيل، المسافر من بلد إلى بلد، مرة هنا لاستراحة للغداء جلس في هذه، ثم كمل السفر. هذه الاستراحة مثل الدنيا، كعابر السبيل. نعم، وعد نفسك في أهل القبور. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم، في رواية هادم اللذات. إيش هادم اللذات؟ الموت. ما ذكر في قليل من العمل إلا وكثره، ولا ذكر في كثير أي من الأمل إلا وقلله. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. جاء رجل يا رسول الله، دلني على شيء أنا فعلته يحبني الله ويحبني الناس. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ما دمت أنت تنظر لما في أيدي هذا ولما عند هذا، الناس يستحقرونك، فخسرت رضا الناس وخسرت محبة رب الناس ومحبة الناس. لكن إذا أنت لم تنظر تقول: هذا أعطاه من هذا، هذا عنده سيارة، هذا عنده عمارة، هذا عنده مال، من أعطاه؟ الله. الله قادر أن يعطيني مثل ما أعطاه بل أكثر. رأيت عالم، رأيت صالح، تقول: من أعطى هذا العالم العلم؟ من أعطى هذا الولاية؟ الله. فأنا بأسعى وبأسأل من ربي، لكن مع العمل. هذا الرجاء، الرجاء تعمل السبب، أنت تعمل السبب في صدق وإخلاص في طلب العلم، الله يعطيك. ما هنا بوت عالم وبالليل نوام وبالنهار بطال، ما يتأتى هذا.
هذا تمني ما هو ترجي. الترجي أن تقيم السبب، هذا محمود. التمني تريد أمرا ولا تقيم له السبب، هذا سمى تمني، فالتمني مذموم. نعم. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ها، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يحزن إذا فاتته من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له. يحسد الناس على ما أوتوا من المال ومن الدنيا، من لا فقه لا يحسد ذلك، وبها يفرح من لا يقين له. هذا حديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أما من اتخذها دار خلاص بقى الدنيا بس، يعتقد أنها، لأنه ما آمن بما بعد الموت. لو كان يؤمن بما بعد الموت فيعرف كم قدر الدنيا في الآخرة، أو هذا بحر من الماء أدخلت أصبعك في هذا البحر وخرج، كم أخذ من الماء؟ قليل، حاجة بسيطة. قدر الماء الذي أخذته الإصبع هو قدر الدنيا في الآخرة، لا شيء. العمر كله إلا في الله، إلا في الله. الحياة كلها نعيم الأبد أو شقاء الأبد. فلهذا امرأة وجدها شخص تبكي، قال: على ما تبكي؟ قال: مات ابني صغير. قال: كم عمره؟ قال: 300 سنة. قال: عمره، هذا في الأمم القديمة كانت أعمارهم طويلة. قال: 300 سنة تبكي أنا؟ عجيب. قال: سيأتي أمة في آخر الزمان أعمارهم من 60 للـ70، حتى 100 ما يبلغون، من أعمارهم من 60، كما قال النبي أعمار أمتي من 60 للـ70. فقالت هذه المرأة: تأتي أمة آخر الزمان، والله لو أدركت هذه، لو أدركت هذه الأمة لقضيت عمري كله في سيدة واحدة. لقضيت عمري كله في سيدة واحدة، يعني مدة قصيرة. جم عمر الدنيا قصير. نعم. ومال من لا مال له، يعتقدها أنها رأس ماله، فإذا مثل السراب، السراب من بعيد تحسبه ماء هكذا، فإذا جاء لم يجده شيئا، يحسبه الظمآن ماء. ولها يجمع من لا عقل له، دليل على أنه ولا، كما قال الإمام الحداد: ولا يحرص عليها سوى أعمل بصيرة عديم العقل. لو كان يعقل كان فكر، تفكر في فناها وفي قلة غناها. ما تعرف القصيدة؟ ها؟ ما تعرف القصيدة؟ ألا يلا بنظرة العين الرحيم، ما تجيبونها؟ تجيبونها في المولد، ما تجيبونها في المولد؟ ألا يلا بنظرة من عين الرحيمة، وذي دنيا دميمة حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة، يبوها في المولد علشان تتذكرونها بعدين. وعليها يحزن من لا علم له. شوف فاته، لو ضاع جوال حقه نهار كله هم وغم، لو صلى الفجر بعد الإشراق يصبح الصباح ويلعب ويمزح وكأن لم يكن شيء. شفت كيف؟ هذا الدنيا أعز عليه من آخرته، الدنيا أعز عليه من الدين، بدليل أنه لما ضاع الجوال كان محزون مهموم، حتى الابتسامة ماشي، وربما يبكي عاده. لكن لما أخر الصلاة الصبح بعد صلاة الإشراق، ها، من يحزن، بل أصبح يصفص مع هذا ويضحك مع هذا، ولا يرى عليه أثر الحزن على فوات الطاعة أبدا. نعم. وعليها يحسد من لا فقه له، من لا عنده فقه ولا فهم في الدين يحسد هذا. كل الناس تمنوا، قارون عنده أموال كثيرة، مفاتيح الخزائن فقط ما يستطيع يحملها الرجل القوي، مفاتيح، ما هو الخزائن، لا، المفاتيح حق الخزائن،
ولو القوة. نعم. بعد تمنى ناس كثير، ريتنا عندنا مثل ما عند قارون من هذه الأموال، تمنى ناس أن يكون مثله. فلما خسف به وبداره الأرض، خسف به أي افتحت هذه الأرض ودخل القصر كله تحت الأرض، خسف به وسير هذا، قال الناس ويكأنه لا يفلح الظالمون. لا 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 لا, لا خلاص خلاص ما عاد بغينا مثله له، إذا كان هذه عاقبة ما بغينا مثله، لأنه أعطاه الله المال الكثير واستعان على معصية الله. فكل غني يعتبر بقارون، أعطاك الله المال أمانة جعلك غني، ولو شاء الله لجعلك فقير، وجعل ذاك الفقير في الشارع هو الغني، فأختصك الله بالغنى وبالمال، فلا بد أن تراقب الله في هذا المال وأن تسخره في طاعة الله وتطلب بصرفه مرضات المولى سبحانه وتعالى. وبها يفرح من لا يقين له. نعم، هكذا وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا الطاط منها بثلاث. شغل لا ينفك عن شغل لا ينفك عناه، وفقر لا يدرك غناه، وأمل لا ينال منتهى. ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط منها بثلاث، وقع والتصق منها ثلاث خصال التصقت به. نعم، إيه الخصلة الأولى، شغل لا ينفك عنها، دائما مشغول. لو نادينا أهل القبور، طلعوا كل أهل القبور وسألناهم: هل أحد منكم مات وقد انقضى شغله من الدنيا؟ كلهم بيجيبون بصوت واحد: لا، كلنا متنا وعادنا ما انتهينا من أشغالنا، كل عاد أشياء بيفعلها بعد السنة هذا، بعد سنتين كذا، بعد 4 سنين كذا، وجاء الموت وانتهى. الخصلة الثانية، فقر لا يدرك غناه، لا يدرك غناه. ليه؟ لأن محبة الدنيا يلتصق بها خوف الفقر، وصاحب الذي عنده خوف الفقر ما يغتني أبدا، حتى لو كانت عنده المليارات، فلو عنده الدنيا بحذافيرها فهو فقير. ليه؟ ما يدرك الغنى أبدا. ليش؟ لأن قد ابتلي بخوف الفقر، وهذا الذي استعاذ منه النبي محمد: اللهم يعوذ من الكفر، اللهم يعوذ من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. اتعوذ النبي محمد، أي فقر تعوذ منه النبي محمد؟ هو خوف الفقر، أن يكون عندك المال لكن تخاف الفقر في المستقبل. هذا الذي تعوذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، وأمل لا ينال منتهى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو عصي ابن آدم وادي من ذهب لطلب إليه الثاني. أمل لا ينال منتهى، وهكذا لو عصي اثنين بيطلب الثالث، ولو عصي ثلاثة بيطلب الرابع، ولن يملأ في ابن آدم إلا التراب. ما يموت، يعني ما بينتهي أمله ومنتهاه إلا بالموت، وأمل لا ينال منتهى أبدا حتى ما يدخل في القبر ويسكن وسط التراب، نسأل الله العافية والسلام. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: إن الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستوفي رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه، نسأل الله العافية والسلام. نعم، تطلبه الآخرة. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن السعيد من آثر باقية يدوم نعيمها وهي الآخرة، على فانية وهي الدنيا لا ينفد عذابها. إذ الدنيا ما دمت فيها، خصوصا المؤمن دائما كما قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دائما في عناء المؤمن، لا يخلو المؤمن من علة
من قلة، من ذلة، من أحد يؤذيه دائما. ليه؟ لأن الله يريد أن يثيبه الثواب العظيم. فلهذا كان أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم نعم نعم. قال: ألا وإن السعيد من آثر بقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفذ عذابها، وقدم لما يقدم عليه منين؟ ما بعد الموت، مما هو الآن في يديه. قدم الآن في يدك، في يدك الطعام، في يدك المال، قدم هذا، قدم لقبرك. أنت بغيت تتعشى في القبر، قدم صدقة تحصل عشاء في القبر. بغيت غداء في القبر، قدم صدقة تكون غداءك في القبر. كان بعض الصالحين إذا جاء له بالغداء تصدق ببعضه. قال: ما تفعل؟ قال: هذا غداء قبري. إذا جاء له بالعشاء تصدق ببعضه. قال: إيش تفعل؟ قال: هذا عشاء قبري. لأن ما عند الله لا ينفد، ما عند الله. وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، محفوظ، بل يزداد بل يزداد. نعم. نعم. مما هو وقدم مما هو الآن في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه. وهكذا حال البخلاء، يمسكون المال ثم يموتون، يأتون أولادهم ينفقونها. مسكين، عليه إثمه وعقابه وغيره، تنعم بالمال. ولو تصدق في حياته بيدرك الثواب العظيم من المولى الكريم، وبيحصله قدامه في قبره. نعم. وقد شقي هو بجمعه واحتكاره، كان حريص عليه، ما يخرج شيء من الصدقات. مات وتركه، جاءت الورثة وأخذت المال وأنفقته. سبحان الله، هم تنعموا بالمال وهو عليه الإثم والوبال. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: تعس عبد الدنيا وانتكس. عبد الدنيا، من عبد الدنيا هذا؟ من هذا عبد الدنيا؟ عبد الدنيا عبد الموبايل، عبد الموبيل، عبد الموبيل، وعبد الميبل. هذا عبد الدنيا، عبد لكل المظاهر. هذا عبد الدنيا، تعيسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيسى والعياذ بالله، خاب وخسر، تعيسى. عبد الجبة، عبد العمامة، تعيسى. عبد الثياب، ما همه إلا إيش بيلبس. تعيس عبد بطنه، إيش همه؟ إيش بيأكل من بالليل؟ بكرة إيش الغداء؟ إيش الغداء بكرة؟ كان أتوا أيام بس، هذا يهمه. فمن كان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. أعلم ذلك علم اليقين. تعيس عبد الدنيا، أي همه إلا الدنيا بس. عبد الدنيا ما هو لله، لكل أمة عجل يقول، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم. عبس تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة. هاي القطيفة الموكيت، هذه قطيفة. تعيس إيش معنى؟ يهتم بهذه المظاهر، فهي استعبدته وأشغلته عن الله وأوقعته فيما حرم الله. قال تعيس وانتكس. تعيس كل من دخل يمشي قدامه مندر مندر يرجع للوراء، وانتكس. كل ما دخل في شيء تعاكس عليه وانقلب ورجع، كل ما تقدم قدام يرجع وراء، مندر 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 إلى أن يدخل في جهنم والعياذ بالله. لهذا قال: وإذا شيك فلن تقش. وإذا شيك
معنى شيكه اي اصابته شوكه، اي اصابته مصيبه، اي اصابته بليه، فلا انتقش فلا يخرج من تلك المصيبه، دائما من مصيبه الى مصيبه، من بليه الى بليه، من طامه الى طامه، دائما هكذا مسكين. من هذا؟ عبد الدنيا، دائما في بلاء، دائما في نكد، دائما في مشاكل، دائما في محاكم، دائما في مصائب. فلهذا قال وإذا شيك فلن تقش، الشيكة يعني هذه الشوكة، وانتقش يعني تأتي بالملقات وتخرج هذه الشوكة من القدم. سمعت؟ نعم. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام السهادة في الدنيا تريح القلب والبدن. أما إذا أنت ما تتحمل بأمور الدنيا قلبك مرتاح وبدنك مرتاح، والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن، دائما مهموم دائما حزين، والبطالة تقسي القلب. البطالة تقسي القلب، ما هي البطالة؟ له من عمل الدنيا ولا من عمل الدين سمى. هذا بطالة، أكل ومرعى وقلة صنعة، كما هو عام كثير من الشباب اليوم تراهم تشوفهم، خصوصا أيام العطلة، خصوصا أيام العطلة وليالي العطلة، في الشوارع كأنهم بلا أهل وكأنهم بلا تربية، نسأل الله العافية والسلام. البطالة تقسي القلب، قاعد في البيت، إيش وظيفتك في البيت؟ خلاص أنا خلصت الجامعة، خرج اشتغل، لا بادين ولا دنيا، منتظر الوظيفة من الحكومة. صح كثير كذا، خلص الجامعة، بعد الجامعة ليش ما تشتغل؟ طيب تعلم، علم، سوي لك دكان بيع شراء أونلاين. لا لا جول ولا بلي أونلاين، اشغل نفسك. ليه؟ لأن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، أي إن لم تشغله بطاعة الله شغلك عن الله وأوقعك في معصية الله. الشباب الآن فسدوا ليه؟ عندهم مال وعندهم فراغ، تجدهم فاسدين في الشوارع. كيف؟ حتى ذهبوا إلى التنباك وإلى النرقابة والمخدرات، صار كثير من الشباب ابتلوا بالنرقابة والمخدرات. بماذا؟ بسبب البطالة. ها؟ بس خلص الجامعة منتظر وظيفة، ماشي وظيفة جاته، خلاص يجلس البيت سنة سنتين ثلاث، هذه بطالة، قدام التي في ويلعب بالنت والجوال وطول الليل يراسل جروبات، هذه بطالة. إيش العمل هذا؟ بطالة، نسأل الله العافية والسلام. الله سبحانه وتعالى يبغض الرجل السبهلل الذي له من عمل الدنيا ولا من عمل الدين. فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى المرأة لا تعتريها بطالة أبدا. ليه؟ لأنها من في بيت زوجها مشغولة، وعادها اللي بغت حد يساعدها في خدمة بيتها وخدمة أولادها، وكل ذلك أعلى في درجاتها، أعظم من الجهاد في سبيل الله. لكن ما عرفت المرأة قيمة هذا كله، بغت إلا بغت تشتغل بغت ذا، لكن هذا هو الجهاد في سبيل الله، قيامها بأولادها بتربيتهم بحسن تأديبهم، هذا جهاد في سبيل الله، هذا طريق من طرق الجنة، كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البطالة تقسي القلب. خلاص أنت تعلمت في الجامعة ما حصلت وظيفة، روح في أي محل افتح لك دكان، سوي بيع وشراء في أي مجال آخر. قال لا منتظر الوظيفة، الوظيفة ماشي بركة فيها، صح؟ هو هي بشهادة من شأن بغى وظيفة، الوظيفة أمام الفقر، صح؟ الوظيفة أمان من الفقر، صح؟ لأن هذه الجامعات والشهادات
هذه حرف، ألا شهادة حرفة لأجل أن تحصل وظيفة، والحرفة أمام من الفقر، الوظيفة الآن أمام من الفقر، وفي نفس الوقت أمان من الغنى. أمان من الغنى. لكن لو أنت في بيع وشراء، تبيع وتشتري، يمكن ربي يعطيك البركة وفجأة يرتفع أمرك بسرعة، لكن أنت قدرت على نفسك بالوظيفة، هذه هذا المعلوم حقك ذا بس، ما يزيد ولا ينقص. كل شيء آخر شهر تستلمه، آخر شهر. أمان من الفقر وأمان من الغنى. بدأ رأيت موظف اغتنى إلا إذا كان ارتشى أو سرق أو اختلس، ها بدأ، ها بدأ موظف اغتنى، ما بدأ. لكن لو كان سعى في الأرض وراح يبيع هذا ويشتري هذا ثم يبيع هذا، بركة سواء في الدكان أو أونلاين، يحصل تحصل بذلك البركة. لكن يتنبه في بيع الفضة والذهب في أونلاين، ما يجوز لأنه في ربا، هذا في ربا، هذا لا يجوز تبيع خاتم فضة أو خاتم ذهب، لأن هذا لابد من الحلول والتقابض في المجلس، لا تعمل ذلك في الربويات. أما في غير ذلك لا بأس أنك بتشتري بذا نقد بنقد، في غير لا بأس. نعم. فعلى كل حال البطالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقسي القلب. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: إن النور إذا دخل القلب انشرح له وانفسح. قيل: هل لذلك من علامة؟ قال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: التجافي عن دار الغرور الدنيا، والإنابة إلى دار الخلود الآخرة، والاستعداد للموت قبل نزوله. هكذا، هذا هو علامات النور، علامة النور أنه دخل القلب، تكون الدنيا في يده لا في قلبه، تعينه على طاعة الله ولا تشغله عن طاعة الله، تبعده عن محارم الله ولا توقعه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم هكذا، هذه بعض الأحاديث التي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جمع لنا الإمام الحداد في هذا الخاتمة الآيات، وقد قدمت معنا التي تزهدك في الدنيا وترغبك في الآخرة، ثم جمع لنا جملة من الأحاديث كثيرة بحيث من قرأها وتمعنها واستمع إليها سمع من له عقل زهد في الدنيا ورغب في الآخرة. ثم بعد ذلك بيأتي لنا بالآثار عن الأنبياء والمرسلين وعن الأولياء والصالحين، بعدما انتهى من حديث سيد الأنبياء والمرسلين بيذكر ما جاء من كلام الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين من التزهيد في الدنيا. سيأتي ذلك بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي، والله أعلم. الله يعلمنا ما جهنا فينا عمل ما علمنا، فعنا بما علمنا من فينا عملنا، خلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. ويكفيني ياكم شر المؤذين من قريب، ويجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، يخلينا عن كل شيء، نحن بكل دين على قرة عين النبي محمد سيد الكونين يا رب العالمين، وبارك لنا في ما أعطانا، ويجعل كل نعمة أنعم الله بها علينا معينة على طاعة الله وعلى طاعة حبيب مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبلغنا إياك على أمال على أحسن حال ونعم بال، يجعلنا يجعلنا السعادة في الدنيا والسعادة في البرزخ والسعادة في الآخرة رب العالمين، يقربنا من الخيار ويبعد عنا من الأشرار، يكفيناكم جميع المضار وجاءت ما تهت بالأيام والليال بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل الجبار، إنك على ما شاء قدير بجبة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي
يا ربنا اعترفنا بأنفسنا.